عندنا المخير فينا هنا اللي ما عندوش عنده 10 سنين 15 سنة هكذا نحوسوا كما نقولوا ينحونا المشكل هذا. احنا ما نشيتين نطرحوا في الطريق ونسكروا الطريق هذيك. الله غالب ما لقيناش وين نروحوا، كون لقينا خدمه ولا لقينا كراجات يعطونا كراجات ولا حاجه قدام خطره يخدموا كراجات وهذيك وما نخرجوش فيهم احنا، وحنا التجار اللي قاعدين هنا افي يعني كما نقولوا عندنا قدها نعام وحنا هنا. لا مش احنا ما على بالناش راهم يمدوا فيهم لتحت ولا يمدوا فيهم، المهم احنا ينحونا المشكل ينحونا من الطريق، رانا ما عندناش وين راح نروح والله غالب. كون جا عندنا ما نطرحوش قدام السكر هنا، يا ما نسكروش الطريق وما نسكروا حتى حاجه. حتى السكر راهم يعانيوا. السكر يعانوا عندهم حق يعانوا، وابن عمي واحد سكن هنايا يا صباح 3 تاع الصباح يحط له واحد مولا طابله ثما ويبدا العياط، وهذه كيف راح يرقد والله ما عندوش كيف صح. وحنا ثاني ما الله غالب ما عندناش وين راح نروحوا، هذه بلاصتنا خالقين هنا. محمد بوضياف رئيس الجمهوريه تاع الجزائر كان يدور هنا في البلاصه هذه. في هذو الكراجات هذو عندنا فوطوات بكلش. الله غالب احنا ولاد تمثيله ولاد دورجين ولاد البلاد هذه، ما عندناش وين راح نروح. كون قعدنا وين نروحوا منا والله منا يديروا لنا حل، يهزونا من البلاصه هذه يديروا لنا السوق، يعطونا في القطب، يعطونا وين ما على باليش انا وين يعطونا. من مواطنين تاع ولايه المسيله ما نقبلوش السوق هذا ينحوها لنا من وسط البلاد. الولايات اكل عندهم الاسواق في وسط البلاد، احنايا الولايه الوحيده. نقول لك حاجه، كون ما جاوش التجار هذو الاحرار، كون ما جاوش فيهم اخرين هكذا شويه قادرين شويه مع الدوله، اقسم بالله غرام تلفونا البوسعاده والله للبرج. كل مره يقولوا لنا نبدلوكم، المعنى هذوكم ساكن يوقفوا ضد الدوله ويقولوا خلونا. السكان هذو راهم يقول لك ماناش قابلين السوق. السكان سوق اسبوعي ساعتين ثلاثه مش رايحين يتضروا، بالعكس مستفادين. هم حالين كراجاتهم، هم كارين كراجاتهم. يكذب عليك يكذب عليك او كاري كراج او دايرو او مستفاد. احنا السوق الاسبوعي ما لازمش يتنحى لنا، هذو مساكن يخدموا على ارواحهم، وحنايا كزواليين نجوا نصرفوا عليهم. احنا مستفادين وهذو مستفادين، يديروا لنا حل تنظيم برك، تنظيم مسؤولين. ما استفدناش منهم، ما جاوش قدموا لنا قالوا لنا واش تسحقوا، ما جاونا ما والو. نهار تفرقوا الكراجات وخلصوا قال لك جينا نمركوا فيكم وبارح نبدلوكم المكان تاع التجاره تاعكم. ضربنا عليه روحنا نقول كراجات داوهم ناس اخرين ما ديناهمش حنا. روح سقسي اي تاجر هنا سقسي، لا عاد عنده كراج والله عندي ملف وكل شيء والله مديتها. السوق هذا راه ما فيه لا مجاري يا ودي يا سناج مع خلنا نهضروا، ما فيه لا الصرف الصحي لا مجاري، يعني مسقمه. كنت صب المطر تفيض الدنيا، زيد الطرق، الفوضى، الازدحام، لا تنظيم لا والو. انا واحد من الناس نايض هنا خالقه هنا، في عمري 38 سنه خالقه هنا في البلاصه هذه، وزايد والله في المنطقه هذه كان سبيطار هذا زايد هنا، الشره تاعي مقطوعه هنا. نهضر والله كيما نحكي، وخلقت ملي خلقنا رب العالمين بطلت في السيزيام وانا نخدم هنايا، ما عنديش وين راح نروح، ما عندي حتى حل. وهذه البلاصه السكان هذا، اسمح لي السكان هذو تاع الجهه هذو الحل. اسمح لي السكان عندهم الجمعه برك اللي يديرون جو فيها الجمعة ساك، والجمعة هذا سوق في جهة في دبي في دول الامارات العربية كاين سوق، في فرنسا في الامريكان كاين في سوق. اللي راهم يتالفوا فينا هذا، احنا وين راح نروحوا؟ ما عندناش وين راح نروحوا، ما عندناش. الا غالب كون عندنا وين راح نروحوا والله ما نزيدوا يشوفونا. وحنا معمرين بالسوق هذا، معمرين البلاد هذه المسيرة، هذا الشعب تاع مسيرة ما عندوش وين يروح، ما عنده لا غابة، ما عنده حتى حاجة. مسكين وين يروح؟ يجي لهنا برك، يجي يكون مسكين يشري منا. الا غالب هنا نساعدوا فيهم، انا كيما نبيع في ليبيلو الباست المسيرة كنت تشري من عندي، المسيرة كنت تعرفني، اي واحد يقول له عبد غني ولد الشواف يعرفوني. هذا يبيع في الصبابط، هذا يبيع في الشيفون ب 2000 5000، تجي تكسي روحك ب 10000 تكسي روحك ب 10000 تشري بوست. المهم واش نقول لك، المهم المشكل ما كانش الشبكه الاجتماعيه يعيش، الزوال يعيش، الناس كل عايشه. ابن عمي ما عندناش وين راح نروحوا منا، هما عندهم حق وحنا عندنا حق. احنا ماناش راح رانا نقولوا رانا كونتر السكان هذو، يسمحوا لنا لا غالب يديروا لنا حل. الدوله دير لنا حل. السيد الوالي تاع مسيره عبد الله بن منصور نوجه له رساله من الصوب من البلاصه هذه من الجهه هذه، يا سيد الوالي راه ما عندناش وين راح نروحوا، شوف لنا حل في اقرب الاجر. انا من شاتين احنا الشمس، شوف وجهك في راموس هنا خلاص تحركت من الشمس في المطر يا ولدي، صاب علينا المطر. شوف واحد كيما انايا رصاص ما ياكلش فيا، رصاص تيري عني برصاص ولا ما ياكل فيها، عاقبه عني الشمس مطر غبار كي الصبور تاع اللي طالع في راس الجبل هذاك. الا غالب ما عندناش وين راح نروح. هنا درك تلقى، شوف تلقى الغني، اسمع تلقى الغني يجيك هنايا، تلقى الزوالي يجيك هنايا، تلقى الطلاب يجيك هنايا، ما عندوش وين. كون تروح درك تسقسي طلاب يقول لك كون او يطلب، كون تروح للمولع يقول لك ما نروحش، او يطلب مش مشتري. الله غالب ما عندناش حتى بديل. احنا الحل هو يديرنا الوالي، يديرنا حل، يديرنا والي حل. هذا مكان
المخير فينا عنده، المخير فينا هنايا عنده 20 سنه هو هنا ما يقدرش، ما عندوش بديل درك، ما عندوش بديل، ما عندوش بديل درك. انت يرحم والديك تديه في القطب والله، تديه في الصطاد والله، تلوحوا في 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 ذاك في السان تي في والله في المويل حوله، ما كانش ما كان. وين اللي يجيك؟ وين اللي يجيك من الريف؟ احنا نخدموا مع اصحاب الريف، نخدموا مع اصحاب المدينه، نخدموا مع اصحاب، لازم هنا يدير لك حل هنا في الولايه. في اي كان، 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 لازم السوق لازم يجي في وسط الولايه، ما يجيش خارج الولايه، راك فاهمني. وما كانش، ما 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 كانش، احنا عندنا هنايا اللي عنده ما عندوش، عنده لا كارت شيفا لا سيرونس لا بطاله، ما عندوش، ما عنده حتى حاجه. عنده هنا يخدم ما كانش مسؤولون، ما كانش مسؤول، مسؤول اسمع لي، مسؤول انا نهضر لك معاك، مسؤول انايا نهضر لك ما سموه المير، المير تروح عليه يقول لك ما كانش خلاص، ما ناش ما كنترول عليه درك ورقه مش سنيه، ورقه ما تلقاش، ما كاين النايب برك تستقبل فيه انتخابات برك، هذا ما كان ما يخرج والله، ما يخرج والله، ما يخرج، ما يشوفك لا ما يشوفك، ما يشوفك حتى وعد. نقول لك، نقول لك صح، انا يا انا نقول كلمه صح، عندك شاف دايره صح، نروح الناس يستقبلك عادي، شاف دايره عادي يستقبلك ويهضر معاك ويقنع وكل، انما المير والله والي والله ذاك ما يستقبلوك ما يهضر معاك. والحاج وحاجت هنايا السوق ما يقدرش يخرج من الولايه، من الولايه ما يقدرش يخرج ليه. لو كنت شخصي مواطن، لو كنت شخصي مواطن، كنت شخصي مواطن، كنت شخصي مواطن من المواطنين المشتري انا، والله مشتري يجي يشري عليك شخصيه، قول له اسكت روح درك للمويل، يروح للمويل ولا ما يروحش. استياك شوف نبيع في البودي ب 5000 ونبيع في القمجه ب 10000، اللاي 100000 نروح نصرفها. ايه ويجي ويجي ويشري وعجب ما لقاش وعجبته السومه، والشعب راه زوالي وقليل ويحب حاجه كيما هذه يشريها ب 10000 راك ويلبسها نورمال. من الشعب راه مش قادر يشري جديد، يجي ويشريو من كل بلاصه، يجي ويشريو والله ما نعرفوهم. وانا راني قديم في الله، قديم في السوق، انا راه حياتي هذا، هذا القش هذا متربي معاه، تربيت في وسطو راك فاهمني. انا من زدت وحليت عيني وشفيت على روحي، وانا نخدم في القش هذا لحد الان، وانا نخدم فيه انا اكثر من نص عمري.